الرجال ماتوا بالاقتحام. معناتها لازم ننسحب. قدروا ياخذوا رهف وانقذت حفيدي كمان. وهلا شو رح تعمل يا ابو يرز؟ كارا خليتني اعرف منك. بس هيتك ختيرت يا كارا. في شي نسيانه. حفاضة حفيدك كلها محشية بالمتفجرات. يلا جيبوا لي رهف وخلوني روح. ما تنهي حظوظك بالحياة يا أبو إيرز. خلي الجهاز يكون طوق نجاة حياتك. اترك اللي بإيدك واطلع من هون. رح اخذ البنت هلا ولا بعدين يا عبد الحي؟ علم خلينا نروح. أركان اسمعني يا أركان، الولد مفخخ، عم تفهمني؟ ايه ماشي، ما تقلق خلاص. أركان كان شو الوضع؟ قلي لي شوف، شفت العبوه؟ ضمن عم حاول قيمة عن جسمه. هات اعطيني يا ساعد. ما رح يشوف كارا حفيده بالاخير. خليه يفهم شو معنات انه يلعب معي. اركان جاوبني شو الوضع؟ اركان القنبلة بلشت تشتغل. أركان ما رح أترك لحالك. الله يرحمنا. Thank you.
حفيدي يا الله. Boyeras.